الله السؤال يجزيه خير. الثاني، الله يجزيك حفظت خير دكتور. القرآن، حفظت القرآن يوم القيامة يشفع لوالديهم طبعا، إذا في. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والتقى حلاهم، جاء بها القرآن مفصلا. شاطبية. ما شاء الله ما هي. شاء الله، يعني هي. أنا حافظة القرآن كرمال عين أمي وأبي، لأنه قال أبي صلى ما الله عليه كان وسلم في كتير. الحديث: يأتي يوم القيامة أيوة أب وأم حافظ القرآن، يعني أبواه أو والديه، عليهم تاج كرامة. ما شاء الله. إيه. طيب هلأ أنا بحفظ قرآن النساء الأميات الكبار، إيه. أيام هني بيعطوني وأنا ما بقبل، ما لي حاطة فلوس، فقالوا لي الناس حرام تاخدي فلوس، بضيع أجرك، إيه. بس أنا ما بطلب، والله أنا ما بطلب، هني بيعطوني لا، كلامية، أصبحنا أنا 14 ما بطلب. العالم. في شيء غلط اليوم، شو اليوم هو؟ شو اليوم؟ الجمعة صح؟ أيوه اليوم الجمعة. أصبحنا 14 على العالم، معناها خلاص احنا بس نبث الجمعة. المهم كملي. فأنا لما بحفظهم من قلبي يعني، وأنا ابتغاء الأجر، بس هن ايه، بيكرموني بيعطوني شيء، ففي ناس قالوا لي إذا بتاخذي فلوس بضيع أجرك. قولي لهم اسكتوا، إذا ما أنا أكرمت أهل القرآن مين أكرم؟ لا أنا ما برضى آخذ، يعني أنا خذي ما باخذ رواتب، بس هن خذي، بيكرموني الناس، والله أنا ما بطلب. ما تطلب راتب، انت ما طلبتيه، لا لكن اذا ما جاك بطلب. عطايا، اي عطايا بس خذ. قالوا لي هذا حرام، ضيع لك اجرك، هذا اخذتي اجرك رزق بالدنيا يا انه ما بنت حتاخذي الناس، لا اجر ترد بالاخره. عليهم، مو مفتين هم. اذا قاد الله لك رزقا بلا طلب فخذيه، فانما يسره الله لك. هي لا ترد عليهم، رزق يعني من الله. ما هو جاء جاك اسد من الدكتور سلطان، يلا رجعي له اياه. طلبتي انت؟ لا والله ما طلبت، من يسأل الله، عند الله. اي راه والله ما الله شاء سخر الله لك انسان وقال لك يا تفضلي. من ما الله، شاء الله، الله يقود. كتر الله رب خير. العباد يعطي الارزاق بيد من يشاء ليمنحها لمن يشاء.